اهلا بكم مره تانية، معكم عبد الرحمن وخليك برنس انجلش. النهارده ان شاء الله هنستكمل سلسله المبني للمجهول ونتكلم عن زمن اسمه زمن المستقبل التام. وكالعاده المفروض تسمع الفيديو ده كشرح زمن عادي، بعد كده ادخل على المبني المجهول لان استحاله تفهم مبني المجهول في زمن انت اصلا مش عارفه كشكل عادي. لو عارفه فاهلا بيك، كمل معانا الفيديو للنهايه. فكالعاده انا هقول شكل الجمله العاديه في المستقبل التام، بعد كده احول الجمله دي اللي هي المعلوم لجمله للمجهول. فالجمله في المعلوم انت تعرف طبعا ان تركيبه المستقبل التام بتكون will have والتصريف الثالث هو will have will be او will have past participle. تمام؟ فهمون مثلا كمثال هنقول they will have written the reports by tomorrow. هم هيكونوا كتبوا التقارير وخلصوها قبل بكره، تمام؟ يعني هيكونوا النهارده بالليل ولا حاجه يكونوا خلصوها، تمام؟ دي الجمله اللي انا محدد على مصيرها، هو مثلا ادي زي الفاعل will have written دي كلها اللي هو الفاعل و the reports دي المفعول بتاعي. وطبعا انا لما احول المجهول انت بتعكس، تاخد مفعول تخليه فاعل والفاعل بتخليه مفعول، بس ناقصك حاجه صغيره اللي هو شكل الفعل بتاعي، فاعل في مجهول. فقال لي انا البي بي ثابت عندي في كل الاشكال المجهول، هغير بس الشكل الحاجه اللي قبلها اللي بتميز المستقبل التام، هتبقى will have، تمام؟ واحط بعدها كلمه been عشان كده بميزته عن الشكل العادي، يبقى will have been والتصريف الثالث وراها، will have been والباست participle، تمام؟ فهنغير كده ونشوف، هاخد المفعول هخليه فاعل، يبقى the reports التقارير، ادي الشكل بتاعي اللي هو will have been، التصريف الثالث، ادي الشكل بتاعي في الفعل في المجهول، يبقى التقارير will have been، التصريف الثالث من write بتمين written، يبقى will have been written by tomorrow. by دي مش اللي هي بتاعت الواسطة، لا by دي هنا معناها قبل، دي by tomorrow اللي هو قبل بكرة، يعني مالهاش علاقة بتاعت المجهول، أهي بتاعت المجهول. فقبل غدا by them واسطتهم، أدي الفاعل حولته طبعا لإيه شكل المفعول هو by them، لأن ضمير الفاعل زي المفعول منه اللي هو them. كده أنا بقيت معنى الجملة إن التقارير هتكون اتكتبت، مش هتكون كتبت، اتكتبت، تم كتابتها قبل غدا، تمام؟ واسطتهم ومن خلالهم. نيجي مثلا ناحية تانية هنقول مثال تاني هنقول they will have painted the house before we return. قبل ما احنا نرجع before we return قبل ما احنا نرجع هم هيكونوا دهنوا البيت، هيكونوا دهنوه، تمام؟ عايز بقى اخليها مجهول، يعني بدل ما اقول هم هيكونوا دهنوا البيت اقول البيت هيكون دهن من خلالهم او بواسطتهم. فهنجيب المثال ده هنقول before we return قبل ما احنا نرجع، قبل ما احنا نرجع ما يحصل. ادي العناصر اللي انا هبدلها، ادي الفاعل ادي زي will have painted ادي الفاعل وادي the house ادي المفعول بتاعي. يبقى هعكس كده الترتيب ده، هبدا بالمفعول هو المنزل the house ادي هو ادي المنزل العنصر الثالث، بيجي المنزل هبدا بيه، المنزل هيكون ايه؟ هيكون الدهن. هو ايه شكل هيكون الدهن ده؟ هو مجهول، وانه will have been والتصريف الثالث. فالتصريف الثالث من paint painted زي ما هي، يبقى هنقول المنزل will have been painted هيكون الدهن بواسطة مين؟ by them بواسطتهم. هذا العنصر الأول هم هيكونوا دهنوا، لا أخلي هم دي فين؟ في مفعول، يبقى by them من خلالهم أو بواسطتهم، يبقى المنزل هيكون الدهن بواسطتهم، تمام؟ كده أنا حولت الجملة عندي من جملة معلوم لجملة مجهول بالترتيب اللي أنا قلته، ببدأ بالمفعول، بعد كده الفعل في صيغة المجهول، بعد كده by وأجيب الفعل وراها. وطبعا أنا بغير أشكال دي، يعني زي ما قلنا المفعول لما أجيبه في الأول أحطه صيغة فاعل، والفعل لما اجيبه في الاخر بعد باي احطه في صيغه مفعول، تمام؟ يا رب تكون المعلومه دي وصلت كويس عشان احنا قلناها كذا مره في الفيديوهات السابقه. كمل بقى معانا الجزء الثاني بتاع الفيديو اللي من خلاله هنحل شويه تمارين وامثله عشان يثبت عندك الشرح بتاع القاعده دي، كمل معانا. نيجي بقى لشويه التمارين هتاكد لي فهمي للقاعده دي بشكل سليم وصحيح، هنشوفها مع بعض ونحاول نحلها مع بعض. فأول حاجة أول مثال هنقول by 8 o'clock tomorrow قبل بكرة الساعة 8 اللي هيكون خلص، قال لي all the invitations كل الدعوات كل the invitation cards كل اللي هي البطاقات الدعوات نضت سنت، هتكون المفروض أنا عايز أقول إن هي هتكون اترسلت، هتكون اتبعتت خلاص، تمام؟ مش هترسل، لا هتكون تم إرسالها، تمام؟ طيب هنقول ايه هنختار مين؟ انا قلت الشكل بتاعي اللي هو will have been والتصريف الثالث، ده الشكل احنا قلناه في المبني المجهول صح؟ يا ترى مين في دول ماشي بالشكل ده؟ انا عندي ابدا تصريف ثالث موجود، ادي سنت التصريف الثالث، فاضل مين؟ قال لي فاضل will have been صح؟ مين في دول will have been؟ قال لي يبقى اول الاختيار عندي هو will have been sent will have been والتصريف الثالث، كده الاختيار اول مفيش اي مشكله، تمام؟ وطبعا بستبعد كلمه has، يعني تقول لي طب مثلا لو كانت كارد واحده اقول will has، لا احنا will have been دي ثابتة مع جميع الأزمنة، قصدي مع جميع الضمائر، يعني كانت مفرد، كانت جمع هي will have been، اوعى تغلط وتلاقي مفرد
فيختار مثلا هاز. لو كان مثلا كارد واحده هو مش موجود مثلا ويل هاز، برضه هي ويل هاف، يبقى ويل هاف بن دي ثابته مع جميع الضمائر وحط وراها التصريف الثالث وهو موجود زي سنت. نيجي مثلا مثال ثاني هنقول باي نكست اكتوبر، يعني قبل اكتوبر اللي جاي. تمام، ايه اللي هيكون حصل؟ قال لي ذا نيو مترو لاين، ان في خط مترو جديد ماله، قال لي بيلت هيكون اتمد او اتبنى. تمام، لو عايز اقول ان هو هيكون تم بناؤه. تمام، هنقول ايه؟ قال لي نفس الكلام، انا قلت الشكل بتاعي ويل هاف بين والتصريف الثالث وراه. مين في التصريف الثالث موجود؟ هو كلمه بيلت. فاضل مين؟ قال لي ويل هاف بين. يا ترى مين هنا ويل هاف بين؟ قد انا قلت لك عليها، لو ما ينفعش عشان خاطر ان عندي مثلا مترو لاين هو خط سكه حديد واحد، فهو مثلا ويل هاز، طبعا ما ينفعش، انا لازم اختار ويل هاف بين ثابت مع كل الضمائر، فطبعا الاختيار هيرجع على ويل هاف بين والتصريف الثالث هو بيلت، يبقى ويل هاف بين بيلت هيكون تم بناؤه، هيكون تم مده او رصفه. تمام؟ طيب نيجي واحد من اخر مثال، هنقول مثلا بيفور ذيس تايم تومورو، قبل الوقت ده بكره، يعني فرضا دلوقتي مثلا الساعه مثلا 7 الصبح، فاقول قبل الوقت ده بكره، يعني قبل 7 الصبح بكره ايه اللي هيكون حصل؟ قال لي والله ذا ورك نوت فينيشد، العمل هيكون تم انهائه، العمل هيكون حد خلصه. تمام، مين خلصه؟ طبعا ما ذكرناش الفاعل هنا، فمش مشكله، اللي هو كلمه باي والفاعل ما ذكرناهوش، احنا قلنا عادي، احنا قلنا الفاعل بيكون حذف عادي. تمام، يبقى هنقول العمل تم انهائه. تمام، تم انهائه في دول ادي عندك صفات موجود اللي هو فينيشد، فاضل مين؟ برضه زي كل مره ويل هاف بين. فمين في دول ويل هاف بين؟ قال لي ويل هاف ويل بينج ويل هاف ولا ويل هاف بين. طبعا اختار الاختيار الثالث، لو كنت اخترته يبقى اختيارك صحيح في محله. يبقى انا كده اتعلمت في الفيديو ده ان انا ازاي اكون الشكل بتاع المستقبل التام في صيغه المبني المجهول، وقلنا كالعاده تبدا جملتك بالمفعول به وراء الفعل صيغه المجهول، بعد كده باي والفعل. يا رب تكون استفدت كده، انت خلصت اللي هو الثلاث اشكال بتوع المستقبل كبسيط ومستمر وتام، فاضل لك حته صغيره اللي هي بي جوينج تو زائد المصدر. عايز اخلي الشكل ده، طبعا ده بيندرج تحت المستقبل. تمام، عايز اخلي الشكل ده بدل ما ويل هاف قصدي ام سوري مثلا بدل ما ام جوينج تو او ام ويز ار، يعني هو بي جوينج تو المصدر، بدل ما اخلي كده اخليه في مجهول. تابع اخر فيديو كنت هنختم به المره الجايه، الفيديو الاخير هيكون المره الجايه ان شاء الله هنختم به سلسله المبني للمجهول في الازمنه اللي هو زي المضارع والماضي والمستقبل. يا رب تكون استفدت، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وفعل زر التنبيه عشان يوصلك كل جديد. كان معكم عبد الرحمن، واخليك برنس انجلش.